المهم يا حاج، قال لي ان العوامي ده شخص ماشي وبطال جدا ومحدش كان بيطيق ولا بيحبه، لان كان كل شغلانته ان هو يتجوز اجانب يشتغلهم وياخد منهم فلوس ويسيبهم بس. وبعدين؟ ولا قبلين، قال لي ان هو لما اتجوز مراته اللي معاه دي كان معاه بنت عندها 4 سنين سابتها له واحده ايطاليه وسافرت. طب مش جايز يكون خلف البنت دي من الست الايطاليه؟ لا يا حاج، لا لا لا، مش بنتهم، هي تقريبا بنت الست الايطاليه، لان هو قالوا لي لما هي جت من ايطاليا كانت البنت الصغيره دي على ايديها واتجوزت العوامي علشان تاخد الاقامه هنا في مصر، والبنت دي فضلت تقريبا معاهم 4 سنين هنا لحد ما هي سافرت ما رجعتش تاني. فالعوامي لما اتجوز مراته الجديده كان البنت دي معاه، والست دي طلعت محترمه وربنا يبارك لها، ربت البنت وخاصه ان هي ما كانتش بتخلف. ايه الحكايه كده؟ وده يفسر لنا ليه الراجل ما بيسالش على البيت ولا عايز يعرف اخبار؟ هو ده اللي مجنني بقى، انا مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه كده. تميمه لا ليها اهل ولا ليها ورق ولا ليها اي حاجه تثبت نسبها. تميمه رايحه فين يا بنتي دلوقتي؟ رايحه لجوزي يا خالتي. جوزك؟ جوزك مين؟ جابر اللي بهدلك ومرمطك؟ ما انتش نازله دلوقتي. جابر جوزي وانا مراته، ومن هنا ورايح انا هحط الجزمه فوق دماغي واقعد ساكت. فيها تميمة مالك؟ ايه اللي حصل؟ فين اللي انت عرفته يا استاذ امير؟ لو الحاره كلها عرفته هتبقى مصيبه وجرس. لو الناس عرفت في الحاره ان انا ماليش اهل هتبقى مصيبه وهتفضح. مش كل الناس طيبه قلوبها طاهرة زيكم. انا مش عارفه اعمل ايه. انا لازم احمد ربنا ان في حد متجوزني وقاديني. يا بنت والله والله ما انت خارجه ولا معتبه بره باب البيت. مش يا جوزي الكلام اللي انت سمعتيه ده كذب ومش حقيقي؟ ما انا ممكن اقول لك زيه مليون مره. حد فينا يعرف الكذب من الصدق؟ هو ايه اللي هيخليه يكذب يا خالتي؟ اسمعي بلاش وجع دماغ، انا مش ناقصاكي اللي اقول لك عليه تعمليه. خش جوه دلوقتي. لا مش هدخل، انا كنت قاعده هنا على امل ان ابويا هيجي ياخدني، انما دلوقتي خلاص انا ما بقاليش اب. استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا تميمه بنتي؟ انت بتدوري على النكد بمنكش. افتكري ربنا وكل اللي عليكي انك تبصي للسماء وتقولي يا رب. ومن عارف مش يمكن كلام الراجل ده ما يطلعش صدق. لا صدق، انا دلوقتي حاسه انه صدق. مفيش اب يعمل اللي هو عمله فيا ده. جوزني زي الجاريه وانا عمري 15 سنه. عمره ما سال عليا وعرف اذا كنت زعلانه ولا فرحانه. عمره ما دخل عليا في عيد ولا في موسم. كان بيجي كل سنة ياخد اللي قدامي واللي ورايا ويمشي. كنت دايما أسأل نفسي هو الراجل ده إيه؟ لقاني في خرابة ولا على باب جامع؟ حتى بعد اللي حصل الأيام اللي فاتت دي ما جاش حتى وقف لي. له حق جابر يعمل فيا أكتر من كده، أنا ماليش كبير ولا ليا أهل. استغفر الله العظيم. ده أنت اللي عملته معايا يا شيخ زياد في يومين هو ما عملوش في عمري كله. بس اللي كان بيخليني اكذب احساسي ده واقول ان ابويا الست اللي ربتني وعزته جلال الله دي امي، والله امي، كانت بتحميني وتاكلني، بتحرم نفسها من القوت عشان تجيب لي هدمه جديده وجزمه عشان افرح زي العيال في العيد، والله العظيم امي. استني استني، الصباح رباح. ايوه يا خالتي سيبيني سيبيني. تميمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش يجوز الراجل ده بيكذب؟ لا يا ستي ما بيكذبش ولا حاجة. الراجل ده كان عارف هو بيقول إيه بالظبط، وبعدين أنا سألت في كل السجلات ما لقيتش اسمها. طب مش يمكن يا أمير يا ابني تكون البنت تميمة دي صايد قيد؟ يا حاج لا، انا عارف اقول لك ايه كويس. يا بنت الكلب بتعملي لي محضر؟ ها بتعملي لي محضر يا بنت الكلب؟ اما ربيتك انا ليه راجع ليه لما انت مش طايقه جابر وعيش الجا جابر؟ خلاص ليه؟ ها ليه؟ تلاقي ابن الشيخ شبع منها ولا ايه يا سنيوره؟ حرام عليكي. حرمت عليكي عيشتك. بقول لك ايه يا جابر، البنت دي تاخدها ترميها بره في الشارع، دي فقر وتجيب الفقر للبيت، نكسب انت انجاز. يا لهوي بقى انا
بيت جوزي واروح ابات عند بيت ناس ما اعرفهمش غربة؟ طب يا اختي حتى كنتي روحتي بيتي عند بيت ابوكي كانت تبقى مبلوعه. اسمعي يا بت، اسمعي. نعم. بكره تقعد تنزلي على المحضر، سامعه؟ حاضر. وبكره تنزلي زي الكلبه الشغل. حاضر. ها؟ حاضر. واللي اقول عليه تقولي امين. حاضر. قولي. حاضر. خد يا بت، انت رايحه فين؟ رايحه اوضتي. لا يا حبيبتي خلاص بح، ما بقاش فيه، عملتها اوضه مسافرين. بصي يا حبيبتي، انت تروحي هناك تترزي عند الحمام، تنامي على العتبه علشان وانا داخله كده وانا خارجه امسح شبشبي الوسخ فيكي، فاهمه؟ غوري تخمدي، غوري يا بت. هلا يا هلا. ايوه جاي يا محمد. تعالي، والدتك بتسال عليكي. خير يا ام، ايه اللي جايبك؟ في ايه؟ طب اعذريني انا بقى يا ست الكل، معلش مش هقدر اقعد معاكم. اتفضل، عذرك معاك. عن اذنك. تعالي تعالي، انت هتتنحي من الدي. تعالي يما اقعدي يا ست، ما تقعدي. في ايه؟ ايه اللي جابك؟ جايه اشوفك بتشتغلي فين، والشغلانه اللي مش عاجبه ابوكي دي. يا اختي ما كنت سالتيني في البيت وكنت رغيت لك على كل حاجه. يا هي وانت مستعريه مني ولا ايه؟ ايه يما الجو القديم ده؟ عارفه انها شغلانه حلوه. هو ابوكي ده اللي فقري. يا ساتر يا رب. انت عارفه يا بت انا عملت اللي عملته ده من شويه؟ لا، من عمايله السودا، من العيشه الفقر اللي انا عشتها معاه. يلا يلا بلا خيبه. المهم تقولي فين؟ وانت مالك؟ يا بت عايزه اطمن عليكي. ريحي نفسك يا اختي، باخد 1500 جنيه. حلو حلو. من الاكل والشرب عليهم؟ الله، بتدرقيني كده ليه؟ صح؟ صح. والولا، الولا سلامة بياخد كام؟ ها؟ يا بنت انطقي يا اختي. سلامة مين اللي انت حاطاه في نافوخك ده؟ يبقى اكيد حطيتش عينك على حد هنا. حتى لو حطيت عيني هيشوفني على ايه باللي انا فيه ده؟ يا بنت ده انت قمر. انا متأكدة ان انت دلوقتي نشنش على حد هنا هيشيلك من هم والفقر اللي انت عايشة فيه. النبي ما عارف اقول لك ايه. قولي فرحي قلبي. الواد سمير بيه ابن عبد العزيز صاحب الهلومه دي كلها. ما اقولكيش، الواد قمر قمر. ايه ناوي على ايه؟ ناوي على ايه بس ايه؟ الواد هيتجوز الشهر اللي جاي، بس يا عين امه. ماله يا اختي؟ الواد اعمى. اعمى؟ وماله؟ اعمى اعمى، الفلوس تخليه له مليون عين. بس انت ما تعرفيش حاجه، البت عاليه الملزقه لازقه له يا اختي. هذه الحلاوه؟ ايوه. طب بصي بقى. ايه؟ انت تركزي معايا، الواد ده يجي منه. تقصدي ايه؟ يا بت ما تبقيش هبله زي امك. اسمعي كلامي، ما تخيبيش خيبتي وتعيشي العيشه السودا اللي انا عشتها. كل الرجالة تحب اللي يدلعهم ويهننهم ويحسسهم انهم ياما هنا ياما هناك. اسمعي الكلام. ايوه يعني ايه؟ مش فاهمة. يعني حنني قلبه، خليه يشوفك. اقول لها ايه؟ السمع ايه؟ اقول لك الواد اعمى، اعمى ما بيشوفش. يا بت هو لازم يشوفك بعينيه. يشوفك بعينه، يشوف حنية قلبك عليه، يشوف ان انت محسساه ان ياما هنا ياما هناك هو كل في الكل ويستاهل احسن من اللي هو فيه. ايوه ده يجي منه ايه يعني؟ هيجي منه يا بت، هيجي منه. يجي منه ان انت تحنيني قلبه وتخليه يحطك في دماغه ويفكر فيكي. وبعدين يعني؟ اعملي بس اللي انا بقول لك عليه، وبعدين دي سيبيها عليا انا.